السلام عليكم اينما كنتم. من لندن عاصمة الضباب أعلن كامل تأييدي لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية. من أجل استكمال عملية البناء والتنمية ومن أجل الحفاظ على أمن وسلامة حدود مصر وشعب مصر. مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن ورئيس اتحاد الكانات المصرية في أوروبا. تحيا مصر